وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على حمار يقال له عفير، قال له: يا معاذ بن جبل، فقال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك. ثم قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبلغ أو أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وهذا الحديث العظيم فيه فوائد متنوعة وكثيرة، منها فضيلة هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه كما جاء في الحديث الآخر: يا معاذ، إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وشهد له الصحابة بالعلم، بل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم، وقال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وقال: يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، برمية سهم أو المهم بمسافة. وقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه ببعض المسائل والأمور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مكانته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصاحب إلا الأتقياء البررة. قال له: هل تدري ما حق الله على العباد؟ أي ما هو الأمر الذي يجب عليك أن تصرفه لله سبحانه وتعالى وتتقرب به إليه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال العلماء، وفيه فائدة، أن الإنسان إذا لم يعلم أمرا من الأمور أن يرد العلم إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام في المسائل الشرعية. وأما في المسائل الكونية فإنه لا يرد العلم إلا إلى الله، فإذا قيل له: هل نزل المطر؟ يقول: الله أعلم، ولا يقول: الله ورسوله أعلم. وإذا قيل له: هل يوجد هنا ماء أو كذا أو كذا؟ فيقول: الله أعلم، ولا يقول: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد الذي أوجدهم من أجله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهو يتكون من أمرين: الأمر الأول العبادة، والأمر الثاني ألا يشرك الإنسان بالله شيئا. وهذا الأمر الأول جاء في كثير من آيات القرآن، منها قول الله جل وعلا:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: وهذا استثناء مفرغ من أعم أحواله، أي ما خلقت الجن والإنس لشيء من الأشياء أو لأمر من الأمور إلا لعبادتي. وكما قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله جل وعلا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله، فهذا أمر عظيم، وهو الذي من أجله خلق الله البشر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، تنزه الملك الحق الحكيم أن يخلق الشيء عبثا، لأن هذا على خلاف الحكمة التي يتصف بها الحكيم الخبير. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فعبادة الله هي أسمى ما يعيش المسلم عليه في حياته. ولذا خاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات بالعبودية، فقال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، مقام الإسراء. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة ومقام الإسراء ومقام التحدي، وكذلك في مقام يعني إنزال الملك والرسول الملكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالعبادة هي الأمر الذي من أجله خلقنا الله جل وعلا، ما خلقنا الله للعبث ولا للهو، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت مجانبة للشرك، خالية من الشرك. فقال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا ناهية، وتشرك الفعل المضارع الذي جذم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وشيئا نكرة في سياق النهي تعم أي إشراك. فمعنى الآية: لا تشركوا بالله شيئا من الشرك ولا شيئا من الشركاء، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك خفي كما يقسمه بعض العلماء، ولا تشرك بالله ملكا، ولا تشرك بالله رسولا، ولا تشرك بالله وليا، ولا تشرك بالله صالحا ولا طالحا، ولا تشرك بالله جنيا ولا شيطانا، لا تشرك بالله أحدا، كما قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولذلك العبادة هي حق الله جل وعلا، ولا تسمى العبادة عبادة إلا إذا جمعت شرطين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذين الشرطين قام جميع الدين. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذا قال الله جل وعلا:
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ويختبركم ويمتحنكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أكثر عملا. عشان كذا يا أخواننا العبادة لا تكون مقبولة عند الله جل وعلا إلا إذا قامت على هذين الأصلين. الأصل الأول إخلاص العبادة لله فيجتنب الشرك بالله. فلو إنسان واقع في الشرك وعبد الله حتى تقطعت يعني أعضاؤه في العبادة لما قبل الله منه مثقال ذرة من عمل. وقد جاء بذلك جميع الأنبياء والمرسلون كما قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجاء في حديث عظيم أورده ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا 5 كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإنه كاد أن يتأخر بها أو أن يبطئ بها. فقال له عيسى وهو ابن خالته عليهم جميعا الصلاة والسلام قال له عيسى ابن مريم إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى ابن زكريا أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب، لأن ربنا أمر الرسل بالبلاغ وبالبيان. قال فجمع يحيى الناس في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وجلس الناس على الشرف. فقال لهم إن الله أمرني ب5 كلمات أن أعمل بهن وآمركم لتعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق وقال له هذا عملي وهذه داري فاعمل وأدي إلي، فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون مثل ذلك؟ شوف المثل ده عظيم كيف. عشان كده ربنا قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ربنا قال لك انت اذا استاجرت زول ابن ليك او يحفر ليك حفرة مثلا او يعني يعمل لك شيء من الاعمال هل تخشى منه ان يقاسم معك مالك ويقاسم معك اولادك ويقاسم معك زوجتك؟ هل تخشى من ذلك؟ لا تخشى من ذلك. فقال في الحديث فأيكم يرضى ان يكون عبده كذلك. الليلة لو عندك حافلة عربية أو ركشة أو غيرها أديتها لزول قلت له أعمل فيها وأدي إلي، جيب التوريدة، التوريدة مش يديها لعدوك بقى يديها لأخوك ودمك وأبوك. لا زول أنت مالك بتاع لخبطة دار تعمل بيناتنا فتن ولا جنو؟ ما يرضى الإنسان في حقه. أفيشرك بالله سبحانه وتعالى والمال وأنت وهو والعمل كله لله سبحانه وتعالى؟ ولذلك
ربنا سبحانه وتعالى ذكر من الأدلة الكثيرة المتنوعة في القرآن على بطلان الشرك بالله، وأنه من أقبح الذنوب وأعظمها وأشرها وأخسها. قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي كثر خيره وبركته تبارك وتعالى، الذي له ملك السماوات والأرض. ربنا عنده، أي ليس لأحد سواه ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا. ربنا ما اتخذ ولد، لأن الإنسان ضعيف، لما يكبر بيحتاج لمن يعينه، ولا أحد يعينك مثل ولدك الذي ربيته وأنفقت عليه وأحسنت إليه. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد، الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي أي ظهير ومعين ومساعد، ولم يكن له ولي من الذل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ربنا سبحانه وتعالى ما من شيء سواه إلا وخلقه تبارك وتعالى، كما قال ابن كثير رحمه الله بعد هذا البيان الواضح والعظيم وهذه النعم من الله جل وعلا. ربنا أنكر على أهل الشرك، ماذا قال؟ قال: واتخذوا من دونه آلهة. صفة جنو، هذا من باب الإنكار. لا يخلقون شيئا، أول حاجة هو ما بيخلق حاجة، شكذا ربنا قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أفمن يخلق كمن لا يخلق، كما قال الله جل وعلا: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هو ذات خلقه، هو الخلق منه. ربنا قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شنو؟ شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إلى آخر الآيات. شكذا ربنا قال: واتخذوا من دوني آلهة. الآلهة دي صفة شنو؟ قد يكون الآلهة دي رسل، وقد يكون صالحين، وقد يكون مجرمين، وقد يكون جنا وغير ذلك. ربنا قال: واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا، شيئا نكرة، ما بيقدروا يخلقوا حاجة، وشيئا نكرت حتى تعم أي شيء صغير أو كبير، حقير أو شريف، ما بيقدروا عليه. وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا، ليروحوا. قبل أيام جايبين واحد قالوا ينادوا في الشدائد، اسمه الريكيني، قال: نادي ريكيني كالبرق رمش يلف الغرقان سوال وينش. وقع عربته انقلبت في طريق الشمالية، ونحن ما بنقول الكلام ده من باب السخرية يعني، ما في النهاية ممكن أهل الحق برضو العربية تنقلب بهم، لكن بنقول لأنه ده قالوا هو بغيثك وبيندهك مرقت مبطوح ما قادر يحرك كراعه في غيبوبة، ده نادي كيف؟ طيب أنا لو في ورطة وعربيته مقلوبة أنا ما ذاتي بنقلب، ها؟ شكذا ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يملكون لأنفسهم، زول اللي رقبته ما نفع ضرا ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة، أي حياة ولا نشورا، دي كلها عند الله سبحانه وتعالى. فكيف يتخذ العاقل، بل والذي جاءه الهدى من الله جل وعلا، الآلهة والأنداد مع الله سبحانه وتعالى؟ كلام غريب. ربنا سبحانه وتعالى قال:
يا أيها الناس اتقوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير: وأنتم تعلمون أنه لم يخلق أحد من هؤلاء الشركاء مع الله شيء، وأنتم تعلمون أنه لا ند لله ولا مساوي له ولا نظير له ولا عدل له سبحانه وتعالى. آيات واضحة. شكد من طرق القرآن في إبطال استحقاق غير الله العبادة أن يذكر أنعم الله جل وعلا وقدرته وعظم حكمته وبديع خلقه، يذكره الله سبحانه وتعالى حتى يعتبر العباد ويرجع إلى الله جل وعلا. وكذلك من طرق القرآن أن يذكرهم بالآخرة وأن هؤلاء الذين دعوهم مع الله لا يملكون لهم شيء في الآخرة. لأنه كثير من الناس يقول لك: يا زول نحن جماعتنا ديل راجينهم قدام، يا ليل ليلك جكن في القصائد، ولدك في جوف تمكن، لرب الخيل جكن دربهم زلقيب مطيا، يوم الحلوق الكظم أبو قرون بيجيش وتنظم. وزي ما قال البرعي في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة في مدح أحمد الطيب البشير، قال: إلى الطيب المختار منهجي ومشورتي في الناس أن يتطيبوا، إمام له بالله عز ومفخر وجاه وتأييد وعز ومنصب، إذا اتصلت كف المريد بكفه على بيعة الرضوان في الحال يجذب، وينظر في أم الكتاب ويهتدي برؤيته من كان للمال ينهب. ده لو صافحت الشيخ بس بتعمل الحاجات دي كلها، تعاين فوق في اللوحة المحفوظ دم القديم القصائد. وبعدين الزول اللي بينهب المال بيبقى ولي طوالي، بس سلم على الشيخ. والكفار سلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، بل وعمه رضي الله عنه وعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عنه، ومع ذلك ما نفعه، لأنه لم يشهد بالحق والتوحيد. ولذلك أخواننا الذين يتعلقون بغير الله من المخلوقين إنما يتعلقون بأضعف الأركان. قال الله جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لا يقي من برد ولا من حر، ولا يمنع من مطر إذا نزل بيت ضعيف. وربنا قال: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. زي الزول كما قال علي رضي الله عنه، كما أورد ابن الجوزي، قال زي الزول المادي الدين للموية في قعر البير وهو يرجو أن يصل الماء إلى فيه، وما اتخذ سببا، لا نزل دلو لا جركان لا صفيحة، شال بها الموية مادي الدين للموية ودائرة الموية تصل لخشمه. إذا كان ده مجنون، من يدعو غير الله أشد جنونا منه وأبعد من أن ينال مراده. أمثلة واضحة. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم عن هؤلاء يوم القيامة: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. ما في الدنيا هنا بيقول لك أبقى منهم وليهم وخلي الحمال عليهم، والختمية سفينة نوح، ألحق نفسك قبل تروح. وما عارف ليك حسن راجل شنو كده، ما عارف قال لقى حجة غير باسبورت ولا جنسية،
وإنه يحيي الأموات. وزي ما قال ود بدر، قال يعني في كتاب اسمه سراج السالكين، قالوا لي الله الكمل 8، 4 باليمن و4 بالسودان، ديل الأولياء تاني ولي ماف، معناه كلنا بقينا من أهل النار. وقد قطع لهؤلاء، وهذا من الجهل والضلال. قال فكف عن ذكر الذين باليمن، قال وأما الذين بالسودان فمنهم دفع الله المصوبا المسمى بدفع الله مصوبا الحضرات. قال وقد جر الشمس مع الملائكة 40 عاما، وقال ومنهم الشيخ أحمد الطيب ابن البشير، قال وقد ملكه الله الكون 33 سنة فلم ينقص منه جناح بعوضة. نحن عارفين البعوض دورة حياته يمكن ما تتم لها أسبوع أو 3 يوم، حياة كاملة مما كان بيضة إلى بقى يرغى إلى بقى شرنغة إلى حشرة كاملة طارة، ما بيتم 3 يوم، لغاية ما يعض زول ونقول له بعوضة ما يتم أسبوع كان بالا. فده قال 33 سنة جناح بعوضة ما نقص منه. وربنا سبحانه وتعالى يقول قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. وربنا قال إن كل نفس لما عليها حافظ، نفس نكرة في سياق النفي تعم كل نفس، بني آدم غير بني آدم، يحفظها الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء الإنسان إلى الله بهذا الشرك الذي ما وقع فيه أبو جهل ولا أبو لهب فإن الله لن يقبل منه صرفا ولا عدل. ولا تسمى عباداته عبادة، ولا تسمى صلاته صلاة، ولا يسمى صومه صوما، ولا ذكره ذكرا، ولا تقربه إلى الله تقربا، ولا إنفاقه إنفاقا، ولا شجاعته شجاعة، ولا تعليمه للقرآن تعليما، حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. شكد ربنا سبحانه وتعالى أيضا ذكر في الآخرة، في أمر الآخرة قال بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم سعيرا دي إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يجر الرجل إلى النار فتنزوي النار بعضها إلى بعض فيقول لها الله مالك، فتقول يا رب إنه يستجير بك مني، فيقول الله عز وجل أرسل عبدي. ثم يجر الرجل ويسحب فيقول يا رب ما كان هذا هو الظن بك، فيقول له الله وما الظن بي؟ قال أن تعمني أو أن تشملني رحمتك. فيقول الله عز وجل أرسل عبدي، ويجر الرجل إلى النار، قال فتشهق إليه كشهقة البعير كشهقة البغلة إلى الشعير، زي لما تكون البهيمة جعانة وتجيب لها الأكل محبوسة بتلقاها بدارة تمرك سريع تجي على الأكل، فتشهق إليه النار كشهقة البغل إلى الشعير. وقد قال الله سبحانه وتعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شنو؟ شهيقا تشهق، وهي شنو؟ تفور، تكاد تميز يعني ينفصل بعضها عن بعض من الغيظ. والنار يوم القيامة في المحشر قال النبي صلى الله عليه وسلم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، أضرب 70,000 في 70,000 دي بكم؟ 4,900,000,000 ملك. والملك قدر كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وما بين عنقه إلى
فروع الأذن مسيرة 100 عام. المحل الذي هنا 100 سنة، 4,900,000,000 ملك ماسكين النار دي، ولو خلوها لأهلكت أهل الموقف. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكيقا مقرنين. قال المفسرون أول من يكسى حلة من النار إبليس، فيقول واثبوراه، وهو المقدم ومعه جنده، ويقولون واثبورهم. فإذا أتوا على النار يقول لهم الخزنة لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، يوم القيامة ربنا بيحشرهم. قال العلماء عزير والمسيح وأمه عليهم السلام، فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك. عزير وأمه وعيسى وأمه يقولون سبحانك، ما ينبغي لنا، ما يكون لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن عباس بورا أي هلكا، وقال غيره أي لا خير فيهم، فقد كذبوكم، يعني عيسى والعزير وأم عيسى مريم عليها السلام كذبوا هؤلاء الذين زعموا أنهم عبدوا هؤلاء الصالحين مع الله، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة النحل وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. في الدنيا قال له ناديهم يا بشام ورا وقدام، يا مين، يا رجال العلفون الأسرع من التلفون، يا سابقيا، وهكذا قال لنا ديني في الدنيا، لكن في الآخرة بيتبرأ منهم. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كذب ساكت، عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى قال قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما في طريق نمرق من جهنم. ربنا قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والتاريخ قاعد ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، شكذا ربنا قال وقال الشيطان لما قضي الأمر أي لما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ده هو الشغل الشغال بردة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، أنا ما بمرككم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم المشركين. وهناك ربنا قال في سورة غافر وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، لأنه ذي البلدة يا أخو قاعد معك جوا جهنم، لو في طريقة كان بيكون قاعد ما دارين يخلوا شرك جوا جهنم، شكذا ربنا قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، جوا جهنم ما قال لك ما تنادي الصالح ما تنادي، جوا جهنم مصير ينادي مالك، وما بمرقك من هنا مالك عليه السلام إلا بإذن من الله، ونادوا يا مالك
ليقضي علينا ربك، عذاب شديد. ها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال العلماء يرد عليهم بعد 40 سنة، بعد 40 سنة إنكم ماكثون. وبعد ذلك بتجي جيرة استقيلة ربنا ذكرها في سورة الأنعام، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وين اللي قلت بعوج الحنك؟ وين اللي قلت عنده سر العقرب وسم الدوابي والجماعة دي وينهم؟ أين هم؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يا أخواننا ما مفدع إلى الجرس دي من الدنيا أسمع الكلام القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله لأهون أهل النار عذابا لو أن لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها من عذاب النار؟ فيقول أي والله يا رب. فيقول له الله كذبت، قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. يا أخي العلماء قالوا المعاصي دي قد يكون فيها جنو لذة، الزول بيسرق جعان أو عنده شهوة بتاع السرقة إنه يكون عنده قروش كثيرة بتكيف لما يلقى القروش مكومة، والزول بيقتل لأنه نفسه بتحب القتل والدماء شهوة، والزول بيزني لأنه عنده قوة ودار يشبع رغبة، وده كله حرام وباطل. لكن ما هي الشهوة في الشرك؟ تنادي لك زول ميت الشهوة وينها؟ ها؟ ما في شهوة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يغفر لهم ولا يخرجون من النار ولا يشفع فيهم أحد، شكد ربنا سبحانه وتعالى بل يوم القيامة لا يخفف عنهم. ربنا قال ولا يخفف عنهم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي شنو كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. واحد جايبينه في وسائل التواصل قال جنة ما فيها المكاشف ما دارينها ذاته، ده بعدين بلاقيه قدام. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعضهم النذير الشيب فذوقوا فما للظالمين من نصير. القرآن ما خلى للناس حجة ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. شان الناس يمشي لربنا سبحانه وتعالى عديل مستقيمين إلى الله جل وعلا. ولذا قال الله جل وعلا وقال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ربنا وعدكم إذا أطعتم الرسل وجئتم بالتوحيد أن يدخلكم الجنة ونهاكم عن أن تشركوا به وأرسل إليكم الرسل. شكد ربنا سبحانه وتعالى قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كلام ده ما بنقوله لك نحن، دي الوهابية يقول لك نحن خلينا الملائكة بجوك في القبر ها بعدين بتقول شنو أينما كنتم تدعون من دون الله تبكيت يعني لن ينصروكم.
قالوا ضلوا عنا ربنا، قالوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. حتى إذا ما في الدنيا كان في مدافعة وكان يعني يفتخروا ببعض ومننا فلان ونحن وافتخار. ربنا قال في النار هناك كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، الأمة الأخيرة حصلت الأولى، قالت أخراهم الجو أخير لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ولذلك قضية وضحت في القرآن كمثل قضية الشرك والتوحيد لا توجد، بل القرآن كله توحيد كما قال ابن القيم. فالإنسان يجب عليه أن يوحد الله، ما تنادي غير الله، ما تنادي رسول من الرسل مع عظيم مكانته عند الله، ما تنادي ولا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولا أحد من الصالحين ولا الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة ولا أحد من الجن ولا الشياطين ولا غير ذلك، ما تناديهم مع الله، لأنهم لن ينفعوك بشيء ولا يملكون لك شيء، بل وتكون واقعا في الشرك، أحبطت أعمالك واكتسبت سخط الله جل وعلا عليك إلى يوم القيامة والعياذ بالله. ولذلك أخواننا الإنسان يخاف من الله جل وعلا، فهذا هو الشرط الأول في العبادة، وهذا هو الذي يفرح به المؤمنون. قال الله جل وعلا قل بفضل الله ورحمته، قال ابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما فضل الله الإسلام أو القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله، فبذلك فليفرحوا، أي بأن جعلك من أهل الإسلام وبأن أنزل إليك القرآن افرح بذلك، فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون. ومن هنا أيضا ندخل إلى المسألة الثانية، الشرط الثاني في قبول الأعمال وهو الاتباع، وهو شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقتضي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع والمحدثات كما نعيش في هذه الأيام أيام الموالد، حاجة ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل الصحابة، عشان كده هم ذاتهم معترفين، الناس اللي بيعملوا موالد دين هم ذاتهم معترفين إن المولد ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ يقول لك لا، في حديث قال في بدعة حسنة. طيب انت متأكد معي انت بتستدل على المولد بالحديث ده؟ يقول لك اي. طيب عارف معنى بدعة شنو؟ يقول لك بدعة معناها الحديث، حاجة جديدة يعني، لكن هي حسنة. أيوة معناتها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في، عشان كده أنت جبت موضوع بتاع بدعة وما بدعة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في، وإلا لو كانت في ما احتجت أنك تجيب موضوع شنو؟ بدعة حسنة وبدعة سيئة، معناتها هي أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في. وهذا يقتضي اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان شيء من الرسالة أو بخيانتها أو بالتقصير في أدائها أو غير ذلك من اللوازم الحق التي تلزم، حق أنها تلزم من فعل شيئا من البدع. عشان كده اليهودي لما جاء لعمر أمير المؤمنين رضي الله عنه قال إن عندكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قالوا قال لو عمر وما هي؟
قال قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أين نزلت. نزلت يوم عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وعاش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم 80 ليلة، اكتمل الدين. قال مالك: فما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا. حاجة ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وما عملوا الصحابة وما عملوا الأئمة الأربعة، ولقينا نحن الليلة يكون خير؟ لا يكون خيرا، لأن الناس اللي بيعملوا البدع دي إما يقولوا هي دين ويقول هذا دين ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم دين ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمنا وليس بدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. شكذا الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية في مقدمتها قال: اتصف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات تمنع من كتمانه لشيء من الحق، منها علمه، لأنه زول ما بيبلغ الشيء لأنه قد يكون ما عالم به ما عارف، ومنها شفقته وحرصه على الخير، ومنها رأفته ورحمته بالأمة، ومنها فصاحته عليه الصلاة والسلام. فقد يكون الإنسان عنده علم لكن ما بيقدر يعبر، وهذا كله منزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. قالت عائشة: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وقالت رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة فقد كذب، وفي لفظ فقد أعظم على الله الفرية. يجيب شبهات نرد عليها سريعا. شبهة الأولى: الآية التي ذكرناها فهمها لهم فهما مغلوطا، والمفسرين ما فسروا على أن المذكور في هذه بفضل الله ورحمته هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب لو قلنا التفسير صح، هو تفسيركم ده، ما هو الفرح؟ الإمام القرطبي قال: هو لذة تحصل في القلب سببها تحصيل المطلوب. يعني زول لما يكون جعان ويأكل بيقوم بيرتاح في قلبه، بيحس بشعور كده عجيب صعب بيتكيف، ده اسمه فرح. الفرح بأنه أنت من أمة الإسلام وبقيت من أهل التوحيد وبقيت من أهل السنة وبقيت تطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتتقرب إلى الله بأعظم الأديان وخاتمها، هذا يحدث لك في قلبك شنو؟ فرحا. مش المقصود بالفرح المولد والسرادقات إلى آخر. عشان كده نحن بنقول لهم الآية دي هل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما نزلت؟ لا شك أنها نزلت. هل فهمها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يفهمها؟ فإن قالوا لم يفهمها كفروا، فيقولون فهمها. هل جمع الناس الصحابة وقرأ سيرته؟ خليك من الاختلاط وكذا وكذا، أقول لك لا، يبقى ما دي صحابة فهموها ولا ما فهموها؟ النقل علينا منه الصحابة. هل عملوا هذه الأمور؟ صحابة نقلوا الطهارة، نقلوا تخش الحمام تقول شنو، تقعد كيف، تقبل على وين، تستنجى كيف، تستجمر كيف، تجي مارك تقول شنو، ها، وتصلي كيف، تطهر كيف، جنابة صغرى جنابة كبرى، حدث أكبر حدث أصغر، شروط الصلاة واجبات الصلاة أركان الصلاة، إذا نسيت ركن إذا نسيت سنة، وهكذا نقلوا الدين، نقلوا الصيام، يبدأ اليوم من بيتين ينتهي بيتين، تصوم يا تشار، ما هو الصيام الواجب والمستحب، ما هي نواقض الصيام، ماذا يفعل المريض إلى آخر. نقلوا الدين كله، ليه ما نقلوا المولد؟ باختصار لأنه ما دين،
لأنه ما دين، المولد ليس دينا. وفرق بين المولد وبين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فرق، لأنه دي بدعة كما قال الإمام الفكهاني أحدثها البطالون. قال وشبعة بطل بطل أحدثها الأكالون. عشان كده الإمام القرطبي ذكر في التفسير في سورة طه قال وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله عن قوم يقال لهم الصوفية، قال يجتمعون وينشدون الأبيات ويضربون بالقضيب على شيء من الأديم، القضيب ده العود القوي اللي بدقوا به على الأديم الجلد يعني النوبة. قال ويقولون يعني يا شيخ شنو كده، وأبيات ما فيها شرك. فأول ما جاوب الإمام أبو بكر الطرطوشي قال يرحمك الله، مذهب الصوفية بطالة وضلالة وجهالة، وما الدين إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى ومعه أصحابه كأن على رؤوسهم الطير، إلى آخر ما قال رحمه الله. فده كلام باطل، والاستدلال بهذه الآية هو استدلال مخالف لمنهج السلف. عشان كده السلف النجيض يا أخواننا ما بناقش إلا بعد أن يثبت المرجعية. تناقش الزول تثبت له القرآن، بعد ذلك تثبت له السنة الصحيحة، يكون لكن القرآن والسنة بيفهم منه فهم السلف، لأنه ده فيما المولد بشنو، فليفرحوا فيما إنك تجيب صيوان وتلملم الحريم وتجيب لك قصايا شركية. طيب ممكن يجوا الحوات يفهموا فليفرح، ولا ما ممكن ياخد جايبين صوفية هنود، صوفية هنود جابوا كيكة وعملوا فيها شمع وقالوا ده عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. والله كلام ما هو البدع حدها شنو، البدع حدها شنو، ما عندها أي حد، نجر أخضر بس أي حاجة تجي في رأسك تعملها، هذه هي البدعة، وتنسب هذا الباطل إلى الدين. جابوا شبهة تانية، قالوا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين، فنحن بنحتفل يوم الاثنين، طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحلاوة يوم الاثنين ولا النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين؟ ده نمرة واحد صام وانتوا أكلتوا، دي مخالفة أولى. نمرة اثنين، هل النبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين اللي بيكون مرتين في ربيع الأول من يوم واحد ليوم 12 ربيع الأول، ولا صام كل اثنين في السنة؟ كل اثنين في السنة، فإنتوا خالفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في التقييد بهذه الأيام المعدودة. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين دليل على أن ذلك ليس بعيد، لأن صيام العيد حرام في الشريعة بإجماع العلماء، ما بيجوز تصوم شنو؟ يعني جاء يوم الضحية الناس ضبحوا تقول أنا صايم؟ حرام عليك. جاء يوم الفطر تقول أنا صايم؟ حرام عليك. نحن عندنا في الإسلام حرام تصوم شنو؟ يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الميلاد، يبقى يوم الميلاد شنو؟ ليس بعيد، وأدلة وأوجه كثيرة جدا. كذلك قالوا انتو ذاتكم شيخكم قال يجوز، ابن تيمية، وكل كلام كذب ساكت. وابن تيمية يتكلم عن البدع قال وكذلك ما يحدثه بعض المسلمون مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، أو محبة للنبي صلى الله عليه وسلم واجتهادا، والله قد يثيبهم على هذه المحبة لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، فإنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وعدم المانع. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. فقال النازل قد ربنا يثيبهم على المحبة، لأن المحبة عمل صالح، لكن أيضا تعقب ابن تيمية رحمه الله أن المحبة عبادة يجب أن يتوفر فيها شرط شنو؟ المتابعة، يعني تحب النبي صلى الله عليه وسلم بجنو بوفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قالوا من الشبه بتاعتهم قالوا لا هو صاح بدعة، لكن نعمة البدعة بدعة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة،
وهذا أي أولا تناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة وهم قالوا شنو؟ بدعة. والسنة هي الطريقة التي سار عليها من قبلك، والبدعة ما أحدث على غير مثال سابق. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، هذا الحديث له مناسبة، وهو أن أقواما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أثر الحاجة والفقر، فتأثر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الظهر وصعد المنبر وحث الناس على الصدقة فلم يتصدق أحد، ثم جاء رجل من الأنصار بصرة كاد أن يعجز عنها بل قد عجز، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس أن الرجل الأنصاري تصدق رجعوا إلى بيوتهم ثم جاءوا فتصدقوا. طيب، هل الصدقة مشروعة ولا مبتدعة؟ مشروعة. شكد العلماء كلهم قالوا إن بعض العلماء يطلق على بعض الأعمال أنها من البدع، قالوا يريدون بها البدعة من حيث اللغة، لأن البدعة في اللغة معناها شنو؟ الجديد. لا يريدون بها شنو؟ البدعة من حيث شنو؟ الشرع. ولذلك أيضا يعني قول عمر رضي الله عنه في التراويح، لقى الناس مفرقين قام جمعهم على إمام واحد، حديث في البخاري. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 4 أو 3 ليالي، الليلة الأولى، وما كان في زول عارف، في ناس بساط صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل في المسجد، فاجتمع أناس أكثر من الليلة الأولى، فتحدث الناس لما أصبحوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لليلتين، فكثر الناس، فلما كانت الليلة الرابعة ضاق المسجد بأهله فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما سئل عن ذلك قال خشيت أن تفرض عليكم، فمضى على ذلك أبو بكر الصديق وعهدا من خلافة عمر، ثم رأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد. فهل الاجتماع عنده دليل ولا ما عنده دليل؟ عنده دليل. والتراوي عندها دليل ولا ما عندها دليل؟ عندها دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ليالي يصلي خلفه الناس، ولو كان بدعة لنهاهم أن يصلوا خلفه، فيبقى عنده أصل. شكد بعض الأعمال العلماء بيقولوا هو بدعة، لكن من باب البدعة شنو؟ من باب البدعة في اللغة يعني، من باب التجوز، وإلا هي سنة، سنة حسنة. أما السنة السيئة هي الشغل ده، الموالد التي ليس عليها أثر ولا دليل. قاموا قالوا لا يا أخي، الإمام النووي ذاته في بعض العلماء قسموا البدعة لخمسة، أنتم بتقولوا البدعة كلها ضلالة، لا، البدعة خمسة. نقول لهم برضو ده تجاوز في اللفظ. وذكر هذا الإمام النووي في صحيحه، في صحيح شرحه على صحيح مسلم، إنه قال البدعة تنقسم إلى خمسة: واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباح. قال فمن البدع الواجبة نظم أدلة المتكلمين في الرد على الملاحدة والمبتدعين، يعني تصنف كتاب في الرد على شنو؟ أهل الإلحاد والبدع. ده بدعة؟ هل الرد على أهل الإلحاد والبدع ما عنده دليل؟ ما عنده؟ القرآن ملا الرد على الملحدين وأهل البدع. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على البدع وأهلها؟ رد عليه. نمرة اثنين، قال البدع المستحبة زي شنو؟ يا ربي فيها المولد؟ قال لا، قال كتصنيف كتب أهل العلم. طيب، تصنيف العلم وكتب أهل العلم عنده دليل ولا ما عنده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شه، وكان أبو هريرة يقول ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، غير القرآن، كان يكتب ولا أكتب. وجاءت قريش إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقالوا له، والحديث أورد ابن كثير في تفسير سورة النجم فواتح السورة، قالوا أتكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال اكتب
فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه إلا حقا. وربنا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، ربنا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. فهل دي أخواننا محرمة في الشريعة؟ ما عندها أصل، عشان تعرف إنه الناس دي ما عندهم أي حجة. ولذلك هذا الاحتفال بدعة، فإن لم يكن فيه إلا الغلو في النبي صلى الله عليه، كده خليك من الاختلاط. واحد يواعد لي واحدة في خيمة الختمية، وذاك يواعدها ورا صيوان البرهانية، ده كله خليه كويس. والمصائب اللي بتحصل كما حصل قبل سنوات في مولد بحري، جابينها في الجرائد، المولد الكهرباء قطعت منه دقيقتين، أربع حالات بتاعت اغتصاب. وطبعا انت ما تستغرب، لأنه واحدة ما كبرتها ومجيها وملونة وبيجاي في دراويش ضاربين دخن، فهمت؟ والله جد وقاعدين في مساجد ساكت، فهمت؟ وشبعانين وزلابية وحاجات وما عندهم أي شغل. يعني حيحصل شنو يا أخوان؟ ما الذي سيحصل؟ عشان كده قال لك بس في دقيقتين أربع حالات تحت اغتصاب، دقيقتين بس. الله يستر لو كان اليوم هذيك الكهرباء ما مرقت برا الشبكة. فدي مصائب، ده كله خليه. لو لم يكن فيه إلا الغلو والشرك بالله من البداية، تلقى دي خيمة فوق الصورة بتاعت الشيخ مدد يا برع الغوم، مدد يا الخليفة يوسف، مدد يا ود عويس، ومدد يا تور عفينة، ومدد فوق من البداية من الخيمة. أول حاجة الخيمة دي ما فيها رحمة. يقول لك يا زول كيف الكلام ده؟ بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، مش أي بيت. حديث جابر في صحيح البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت يعني كانت لي ستار فيها تصاوير، فاستبطأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، أي أنه لم يأته، فلقيه خارج البيت. لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريلا خارج البيت، قال ما منعك أن تأتينا كما كنت تأتينا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أولم تعلم أن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ ده بيت منه؟ ده بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. باقي لك فيها واحد من أبعيون أمك الجماد ديل قاعد فوق، ده والله أنا ما أخش، خليك من الملائكة كويس. فوق تلقى فيها عبارة شركية، مدد يا فلان، مدد يا دسوقي، عرفتها؟ بعد ذلك دي واجهة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. جوا تعال شوف في شنو يجيبوا لك كلام ذاته لا فوق لا تحت، كما جاء في كتاب قبس من نور في ترجمة يعني إبراهيم الدسوقي، محمد عثمان عبد البرهاني، خلافا لجميع الطرق وكلها على ضلالة، هو وحده يكتب كراماتي. خطر مرة واحد براو بيقول من كراماتي كده وكده. زول خطر مرة واحد، ما بينتظر انه يموت ويجوا بعد ذاك تلاميذ ويكتبوا عليه، ما عنده وكيل، وبراو يكتبه. قال كنت جالسا في غرفتي، كتاب قبس من نور طريق البرهانية، قال يعني زي الزهجان، فجاني إبراهيم الدسوقي فقال لي هيا بنا. والله في كتاب اسمه قبس من نور. قلت إلى أين؟ قال إلى حلفة. قال فطرنا إلى حلفة من غير أي مطار كويس، زي ما قال ذاك لا باسبورت لا جنسية. قال ركينا في حلفة، قال فوجدنا اجتماعا للأنبياء. والله النازل بيضربوا شنو والكلام ده وين أنا ما عارف. قال فوجدنا اجتماعا للأنبياء، قال فجلست وعن يميني إبراهيم الدسوقي وعن شمالي ما أعرف مين من الأنبياء، ومن خلفي نوح، ومن أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظام الود مؤدب. قال فقدمني الأنبياء. أخوانا احنا لقينا اجتماع للأنبياء، أنا فاضي من الناس اللي ينجروا ويكذبوا لنا يا كذا أقعد تحت. قال فقلت كلمة بكى لها نوح عليه السلام. الناس اللي أخوانا نصيحين، تمسك ثاني واحدة. البرعي قال شيخه مش خش مصر،
وفي كتاب اسمه لك سلام مني كويس، قال الكلام ده في رمضان في الصعيد بتاع مصر. بعد ده قال جو 40 من طلابه، أي واحد فوقهم عزم، قال له إلا تفطر معي في اليوم ده، قال وأي واحد ما عرف الثاني، قال فلما جاء الميعاد المذكور وغربت شمس ذلك اليوم تطور الشيخ وأجاب جميع الطلاب كلهم، الشيخ اتقسم ومشى فطر معهم كلهم. وده يا أخواننا ما كرامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في 7 أمعاء وده في 40، ها، والمؤمن يأكل في معي واحد. فده كلام باطل. بعد ذاك يعلم المسلمين الشرك بالله سبحانه وتعالى، الكلام بتاع الخنجر ذاك اللي قال إنه يعني غير الله بديك المطر وبتسأل الله وبرضه ما بديك مطر، قال وين؟ قالوا جوا المولد. والاسم خليفة اللي قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم شيخني، والله دي ذات عجيبة، كذب ذاته غريب في ميدان الخليفة هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم شيخه، وقال له أضمن بضمانتي. في واحد من المساكين قال له الشيخ أضمني عليه هنا، قال لي أضمني، صدق الكلام ده قالوا في الموالي. فهل هذا مما يرضي الله؟ أو لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لرضي بهذا؟ وكلام طويل جدا، استغاثات بغير الله، ويعني زعم أن الأولياء يتصرفون في الكون. بعد ذلك في المولي ذاتهم ما بيرضوا بعض، ما بيرضوا بعض، يعني لو جاء خيمة خشت في خيمة إلا يخشوا لا جودية، في القصائد ما بيرضوا بعض، التجانية ما بيرضوا الزول بتاعهم يمشي يخش الختمية، والقادرية ما يرضوا زولهم يمشي السمانية، وهكذا، بل يفتخروا على بعض، زي ما قال البرعي هدرنا هدرنا قطم فدرنا روح الكون القطب عمرنا جلاب التنور بتخي طيبرنا. جلاب التنور دي حقت حسن أبو جلابية، قالوا من بعيد تشوف جلابته منورة، البرعي قال مشو جلابته منورة، قال دي خيتنا نحن، يعني احنا أخطر منهم، ها. فده كل أخواننا من الكذب على الله، الكذب على عباد الله. ودي أخواننا البدع تبدأ صغارا ثم تعود كبارا، ولا يقبل الله من صاحب بدعة عملا ولا صرفا ولا عدلا، ويكون بعيدا من التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز أو احتجب البدعة التوبة عن صاحب البدعة حتى يتوب، وهو ملعون، بل ملعون من يأويه ويقربه، فكيف بالذي يأتي بالبدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، منعه أو ذب عنه أو دافع عنه. ولذلك يا أخواننا هذه من المشكلات والبلايا التي إذا صاحبت عمل الإنسان حبط عمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يبصره بالدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لأهل الحق وأن يعني يبلغ كلمتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. ونشكر لكم هذه الاستضافة، جزاكم الله خيرا، بارك الله لكم في أعماركم وأولادكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله.